وحول استمرار الأزمة السياسية في العراق وتمسك الإطار التنسيقي بترشيح السودان لرئاسة الوزراء، ينضم إلينا عبر سكايب من بغداد رئيس المركز الإقليمي للدراسات السياسية سيد علي الصاحب. أهلا بك معنا أستاذ علي. أهلا ومرحبا، حياكم الله. حياكم الله أستاذ علي. يعني في آخر تطورات للصراع بين الصدر والإطار التنسيقي وردت أنباء متضاربة عن تمسك الإطار بالسوداني مرشحا لرئاسة الوزراء، وأخرى تتحدث أيضا عن نفي هذا التمسك. يعني هل هذا التضارب مقصود أم هو لربما تخبط بين الميليشيات؟ نعم، تحية مسائية لك وللعراقيين جميعا. حقيقة بعد أن أيقن الجميع بأن التمسك بالعناد وربما ما يسمى بالمصطلح السياسي الدوغمائية لن ينفع مع هكذا مواقف أدت إلى التصادم بين المعسكرين الإطار والتيار الذي أوصلنا إلى أن نضحي بمجموعة من الشباب من كلا الجمهور إضافة إلى القوات الأمنية، أصبح الكل يبحث عن مخرج ولكن دون الاعتراف بأنه ارتكب خطأ استراتيجيا. ما يدار حول حكومة تشكيل حكومة بزعامة السيد السوداني هي أنا أشبهها بكذبة أيلول أسميها، لأنه لا يستطيعون الإطاريون بهكذا مواقف وبهكذا زوايا محرجة أن يذهبوا إلى تشكيل حكومة، ولكن كما قلت لك هو لا يريد أن يعترف أحدهم بأنه ارتكب خطأ جسيما فهو تخبطا بحد ذاته. نعم نعم، يعني إطار الميليشيات تحدث أمس عن نجاحه في عقد تفاهمات مع قوى أخرى بشأن ترشيح السوداني رئيسا للحكومة، هل فعلا برأيك هناك تفاهمات أم هي مجرد ضغوط على الصدر لإجباره للجلوس على طاولة المفاوضات؟ يعني الإطار التنسيقي يحاول جاهدا أن يجعل نفسه منتصرا بعدما سحب السيد الصدر جمهوره وأوقف القتال، وهو بذلك اعتبرته واعتبره العاقلون بأنه رجل الثلج ورجل النار ولا يستطيع أحد تجاوزه ولا يستطيع أحد حذفه من المشهد السياسي، لذلك هم اليوم يحاولون بأنه يجمع الأصوات، ولكن لحد الآن موقف التحالف الثلاثي سواء كان الكرد أو السنة لا زالوا مصرين بأنهم لن يشتركوا إلا بوجود السيد الصدر. إذن فمن يتحالف مع الإطار غير المتحالفين معه والذين لا يستطيعون حتى الذهاب إلى تشكيل أو الذهاب إلى جلسة برلمان باعتبار حتى نصاب لن يكتمل؟ إذن هي محاولات كما قلت حضرتك للضغط على السيد الصدر لعله يغير من موقفه. نعم أستاذ علي، يعني هل تعتقد فعلا أن حلفاء الصدر يدعمونه بصدق حتى الآن؟ يعني حتى نكون واقعيين بصراحة، هم يختلفون مع السيد الصدر ببعض الفقرات، مثلا هم لا يريدون حل البرلمان بهذه السرعة لعدة أسباب، أسباب ربما تكون سياسية وأسباب مغانمية، هم يتخوفون والكل هذا دأب الساسة في العراقيين أن يفقدوا ما حصلوا عليه في الانتخابات السابقة. من جهة أخرى هم مع حل البرلمان ولكن ليس كما يريد السيد الصدر الآن، هم يريدون الذهاب إلى تشكيل حكومة، والحكومة يجب أن تكون بموافقة ومباركة السيد الصدر، ثم يعالجون بعض المشاكل التي يجب حقيقة أن تعالج قبل أن نذهب إلى الانتخابات، باعتبار يا سيدي الكريم احنا ما كانت الانتخابات هي مشكلتنا التي أوصلتنا إلى هذا المأزق، عندنا مشكلة كبيرة في الدستور، عندنا مشكلة في قانون الانتخابات، عندنا المشكلة الأكبر وللأسف ما حد يمر عليها هي مشكلة قانون الأحزاب 36 لسنة 2015. هذا القانون المعطل الذي لن يعالج كثير من الهفوات وترك الأرساح مفتوحة لكل من هب ودب ليؤسس له حزب، وبالتالي صارت عندنا مجموعة أحزاب تأمر وتنهى وتهدم العملية السياسية. يعني نعم. إذن لماذا برأيك هذا الإصرار على إجراء الانتخابات المبكرة من قبل الصدر وحلفائه؟ يعني السيد الصدر يحاول جاهدا أن لا يلتقي بالإطار التنسيقي، وربما ليس كل الإطار التنسيقي، هناك بعض الشخصيات التي لا يطيقها الصدر ولا هم يطيقون الصدر. أنا قلت سابقا وأقولها، الخلاف فئوي والخلاف ربما حتى يصل إلى أنه شخصي، لذلك هو المالكي.
نعم المالكي وقيس الخزعلي وبعض الشخصيات. بالمقابل هناك بعض الشخصيات التي يطمئن لها السيد الصدر، وهي ربما تكون عامل فعال إذا ما أتمت الرحلة التي اتفق عليها السيادة والكرد والسيد العامري بالذهاب إلى الحنانة، لعلهم يستطيعون إقناع السيد الصدر بالعدول عن رأيه. لذلك هناك عدة سيناريوهات قد تكون مقدمة لفتح حوار، وربما لصفحة جديدة تختلف عن الذي سبقت. نعم، يعني حتى الآن يبدو الإطار التنسيقي متمسك بمحمد الشياع السوداني. يعني في حال تخلي الإطار عن هذا المرشح، هل تعتقد أنه بهذا الخطوة لربما يعني هذه الخطوة تدفع الصدر للجلوس على طاولة المفاوضات؟ سيدي العزيز، خلينا نكون واقعيين، مشكلة التيار مع الإطار لن تكون بسبب السيد السوداني، لا يوجد هناك فيتو على السيد شخص السيد السوداني، ولكن لأنه خرج من عباءة حزب الدعوة جناح المالكي، ولأنه مدعوم من الإطار التنسيقي فرفض تماما، أي أنه إذا استبدل بشخصية ولكن من نفس المكون ومن نفس الحزب سيرفض أيضا. المشكلة ليست مشكلة السوداني، بالعكس السوداني ربما شخصية معتدلة، ولكنه بما أنه مستقل ودفع به الجناح المالكي، إذن هو سيكون حسب تصور السيد الصدر أنه سيكون تحت عباءة المالكي وتحت عباءة الإطار التنسيقي، وبعدين راح يكون عبء على العملية السياسية كما يراها السيد الصدر. المشكلة ليست بشخصية رئيس الوزراء، هناك خلاف قوي جدا، لا نستطيع أن نجمع هؤلاء القطبان على سفينة واحدة، خلينا نكون بعلم الجميع. لذلك الأمور تكون شائكة، لو كان الخلاف خلاف وطني أو كان الخلاف خلاف على خارطة الطريق لهان الأمر، ولكن هي مشكلة الثقة المعدومة، مشكلة عدم حسن الظن بالآخر هي التي أوصلت إلى هذه الأمور. وحتى مسألة الطرف الضامن اليوم غيبت بالكامل، لكننا قد نعول على ضغط أممي خارجي قد يغير مسار العملية السياسية. نعم، إذا كنت ضيفنا عبر سكايب من بغداد، رئيس المركز الإقليمي للدراسات السياسية السيد علي الصاحب، شكرا جزيلا لك.